يا سينيور أنطونيو، لطالما صادفتني في مصفك الريالتو وسخرت من أعمالي المالية ومن مراباتي، فلم أقابل ذلك إلا برفع الكتفين وجميل الصبر، لأن هذا هو ألم أمتي. وطالما نعتني بالكلب الكلب وبصقت على عباءتي التي يعرف منها الناس يهوديتي، وكأنك تعيبني لاستخدام ما هو ملكي، أما الآن يظهر أنك في حاجة إلي. شايلوك، نريد منك نقودا. ليه يا حبيبتي؟ ليه يا حبيبتي ما بينا دايما سفر؟ ده البعد ذنب كبير لا يغتفر. أنا شاب زي أي شاب، محتاج فلوس، محتاج عربية، محتاج شغل، ومحتاج أكون سافرت علشان أرجع أتجوز البنت اللي بحبها. وزي أي شاب، لا بلاقي عربية ولا شغل ولا فلوس ولا هعرف اتجوز البنت اللي بحبها. هعمل ايه؟ هضطر ان اروح للمخدرات، هروح للسرقة، هصيع، هقعد على القهوة، وفي الاخر زي كل الشباب ما بيعرفش يحقق ربع حلمه. قررت ان هاجر، ما قداميش حل غير ان هاجر. رحت سافرت، اشتغلت زي اي حد ما كان نفسه يشتغل، بيغسل صحون. رجعت بلدي معزز مكرم، فمترحل، وفي الآخر يا مولاي كما خلقتني.